مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر آداب وإنسانيات، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. إن شاء الله درس اليوم نتكلم عن موضوع النمو والاضمحلال الأسي. النمو والاضمحلال الأسي، في هذا الدرس نستطيع استعمال الدوال الأسية لنمذجة مواقف ووضع توقعات. هنستخدم الدوال الأسية لنمذجة مواقف ووضع توقعات. بداية، لو بصينا في هذا النموذج اللي أمامنا، هذه السيارة ثمنها 40,000 في البداية، بعد سنة من شرائها وصلت 34,080، بعد سنتين أصبحت 28,852. واضح أن ثمن السيارة بيقل مع مرور الزمن، وبالتالي سنعرف كيف نمزج دالة توضح نمط النقصان، وفي المسائل الأخرى سنعرف كيف نمزج دالة توضح نمط الزيادة. تمام؟ ده بداية. نتذكر بس الدالة الأسية اللي خدناها الدرس السابق. قانون الدالة الأسية Fx يساوي AB أس X، وعرفنا أن الـ A هي القيمة الابتدائية والـ B هو الأساس. دالة النمو الأسي Fx تساوي A واحد زائد أو ناقص R أس X، وسميناها نمو أو اضمحلال على حسب الإشارة اللي موجودة في النص. لو كانت زائد بتبقى نمو، لو كانت ناقص بتكون إيه؟ اضمحلال. لما نشوف كده الـ A هنا بنسميها القيمة الابتدائية، الـ R هي نسبة مئوية للزيادة أو النقص، أو بنسميه معدل النمو. الـ X اللي هي عدد الـ A أو الزمن أو عدد الزمن عدد السنوات. طبعا قلنا الموجب يعني فيه نمو، السالب يعني فيه اضمحلال. تمام؟ ده قانون النمو أو الايه اضمحلال، أو دالة النمو أو الاضمحلال اللي هنستخدمها في حل التمارين سواء كانت نمو أو اضمحلال، وهنشوف ازاي في المسائل. تمام؟ لو قلنا المثال واحد صفحة 65، لو عندنا مدينة من المدن يتزايد عدد سكان إحدى المدن بنسبة 15% سنويا. إذا كان عدد السكان الآن 5,000 نسمة، أوجد عدد السكان التقديري بعد 5 سنوات. هذا المثال فيه مجموعة من المعلومات نحاول نطلعها كده لحالها. أولا تذكر دالة النمو، وسميناه هنا نمو لأن هنا قال يتزايد، وبالتالي أخذنا عدد زائد فقط هنا. دالة النمو Fx تساوي A واحد زائد R كله Sx. طيب الـ A هي عدد السكان الأصلي اللي هو عندنا كام؟ 5,000. تمام. الـ R اللي هي النسبة المئوية اللي هي 15% سنوية. الـ X اللي هي 5 سنوات، وبالتالي لما نعوض في الدالة هنقول عدد السكان التقديري بعد 5 سنوات اللي هو 5,000، نفتح القوس 1 زائد 15% أس 5، يطلع الجواب 10,057. يعني متوقع أو تقديريا هيكون عدد السكان المدينة اللي كان بادئ بخمسة آلاف نظرا لهذه الزيادة، نتوقع أن عدد السكان هيوصل ل10,057 نسمة. تمام؟ لو حبينا نسأل سؤال على هذا الموضوع تفكير ناقد، هل نستطيع أن نكون متأكدين أن عدد السكان فعلا سيصل إلى 10,057 نسمة؟ ولماذا؟ يريد نفكر في هذا السؤال ونحاول نتوقع الإجابة. هل نستطيع أن نكون متأكدين أن عدد السكان سيصل فعلا إلى 10,057؟
طبعا الجواب احنا لسنا متأكدين من هذا الأمر، لأن العدد ده عدد متوقع نظرا لأن احنا حسبنا نسبة الزيادة، لكن ممكن يحصل ظروف أخرى وهذا العدد لا يصل إلى 10,057، أو ممكن يزيد عن 10,057 يكون المعدل نمو أكتر من كده، لكن هذا المعدل هو معدل متوقع لكن ليس بالضرورة أن يحدث، لأن ده كلها احتمالات. ناخد مثال آخر، بيقول يتزايد عدد سكان إحدى المدن بمعدل 1000 نسمة سنويا، فإذا كان عدد السكان الأصلي 5,000 اكتب دالة النمو الأسي ثم أوجد عدد السكان التقديري بعد 7 سنوات. تمام، دالة النمو الأسي زي ما احنا عارفين اف اكس تساوي اي واحد زائد ار كل اس اكس، ال A اللي هي عدد السكان الأصلي اللي هي 5,000، ال R أين ال R للنسبة المئوية؟ في هذا السؤال لم يذكر ال R صريحة، لكنه ذكرها بهذا الشكل، بيقول المعدل 1000 سنويا. طيب الألف ده يمثل كام من 5,000؟ لو جينا نجيب الـ R هنقول 1000 تقسيم 5,000 يعطي 20%، يبقى كده كأنه جاب لي الـ R 20%، طبعا عدد السنوات 7، يبقى دالة النمو الأسي هنقول 5,000، نفتح القوس 1 زائد 20% لكل أس 7، يعني يطلع الجواب 17,916، ده العدد المتوقع بعد 7 سنوات. تمام، يبقى هذا المثال كالمثال على النمو الأسي. طيب ناخد مثال على الاضمحلال الأسي أو النقص، يعني هذا المثال بيقول لي يوضع مقطع فيديو في قائمة المقاطع المفضلة إذا شاهده 1000 مشاهد، يعني لو في فيديو شاهده 1000 مشاهد على الأقل يوميا يوضع في المواقع المفضلة. تمام، فبيقول نشر منصور مقطع فيديو فحصل في اليوم الأول على 8192، يعني عدى 1000، يعني كده ووضع في المفضلة. طيب بيقول لي إذا تناقص هذا العدد بمعدل 25% يوميا، يعني 8192 هيبدأ ينقصهم 25% يوميا، وبالتالي العدد هيقل، وبالتالي هيظل لو ظل هذا التراجع هيقل العدد عن 1000. طيب وبالتالي طالما قل العدد عن 1000 يبقى هيخرج من المفضلة. السؤال بيقول لي بقى أوجد عدد الأيام التي يتوقف بعدها مقطع الفيديو عن أن يكون من المقاطع المفضلة، يعني بعد كم يوم. طبعا هنا هو جايب له 8,000 ويبدأ ينزل ينزل، عاوزين بعد كم يوم هيخرج من المفضلة. كيف نصيغ الدالة الأسية؟ خلي بالك الدالة الاضمحلال الأسي هي نفس دالة النمو الأسي، لكن الاختلاف هنا في الناقص، بدل ما هي 1 زائد تبقى 1 ناقص، لأن اضمحلال أو نقص. ال A اللي هو العدد الأصلي اللي هو 8192، هذا العدد هيقل بنسبة كام؟ بنسبة ال R اللي هي 25%. طيب الدالة هتبقى شكلها، عاوزين X اللي هو عدد الأيام مش معلوم عاوزين نعرفه، هنقول 8192 واحد ناقص 25% لكل أس إكس، عاوزين العدد ده إمتى هيوصل للألف أو أقل من الألف. طبعا هنا بالشكل ده هنقعد نجرب إكس واحد ونطلع العدد، إكس اتنين ونطلع العدد، إكس تلاتة ونطلع العدد، زي ما احنا شايفين اهوت، الإكس واحد طلع 6,144، إكس اتنين طلع 4,608، وهكذا. شايفين الجدول؟ إكس 4 2592، إكس 5، إكس 6، إكس 7 1093، إكس 8 طلع 820. يبقى هنا بعد 8 أيام هيخرج من المفضلة، لأن العدد وصل ل 820، يعني أقل عن الألف. تمام، يعني بعد 8 أيام هيخرج على طول من الإيه، من المفضلة، لأن العدد وصل ل 820. فهمنا هذا السؤال؟ طيب ناخد حاول أن تحل نفس السؤال، بس بيقول لي لو النسبة بدل ما كانت 25% أصبحت 20%. لو أنت رجعت الكتاب صفحة 69، بيقول النسبة دي تتعدل، بدل ما تبقى 25 تبقى 20%، هل عدد الأيام هيتغير ولا لا؟ نشوف، هذا العدد الأصلي وده النسبة،
عاوزين نجيب الاكس، هنقعد نجرب طبعا بالاكس بحيث ان العدد يقل عن الالف. واضح ان هنا الاكس هتكون بكام؟ بعشرة. يبقى هنقعد نجرب، اول ما نحط اكس بعشرة هيطلع العدد اقل من ايه؟ اقل من الالف، وبالتالي بعد 10 ايام يخرج من الايه؟ يخرج من المفضلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، درس النمو والاضمحلال. أذكركم بس بأن عندي حاجة اسمها نمو أسي واضمحلال أسي. النمو فيه 1 زائد R، الاضمحلال 1 ناقص R. ده مثال للنمو، ده مثال للاضمحلال. شكل التمثيل البياني كده بيكون ده نمو وده إيه؟ وده اضمحلال. تمام؟ إن شاء الله ممكن نحل الواجب تمارين رقم 15 و16 صفحة 72 بالكتاب المدرسي لنؤكد فهم هذا الدرس. ولا تنسونا من صالح دعائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.